متابعه موقع بصراحه الاهمال في كل مكان معكم اي ساجع زي ما احنا شايفين الفنانه شغال قدام من داخل عزاء والده الفنانه سلوى محمد. يعني زي ما احنا شايفين متواجدين من داخل عزاء والدة الفنانة سلوى محمد، يعني كانت صلاة الجنازة من مسجد النور في العباسية يوم الأربعاء يعني السابق، يعني كان أول حضور وأول من كان موجود في عزاء والدة الفنانة سلوى محمد. كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، وزي ما ظهر مع حضراتكم الفنانة شيرين أو شريهان، يعني زي ما احنا متواجدين الآن من داخل عزاء والدة الفنانة سلوى محمد من مسجد عمر مكرم في العباسية. شفنا أول الحضور الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة شيرين، وشفنا الفنان أشرف زكي اللي كان متواجد برضو أول الحضور. شايفين الفنانة سلوى محمد واقفة بتاخد يعني العزاء في والدتها من مسجد عمر مكرم. كان أول الحضور الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة شيرين وسيد رجب. شايفين يعني الحزن على وجه الفنانة سلوى محمد. متواجدين الآن من داخل عزاء والدة الفنانة سلوى محمد في مسجد عمر مكرم. يعني كانت شيعة صلاة الجنازة من مسجد النور في العباسية يوم الأربعاء يعني السابق، وكان من أبرز الموجودين في الجنازة، وكانوا يعني بيساندوا الفنانة سلوى محمد، الفنانة أسماء شريف منير، والفنانة برضه كان أول الحضور في العزاء اليوم الفنان سيد رجب والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة أحسن الله إلى
يعني الفنان رشوان توفيق. يعني شفنا عدد من الفنانين داخل عزاء ولادة الفنانة سلوى محمد، كان من أبرزهم الفنان سيد زغلول والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان القدير توفيق. لما تنزلي تحت لما تطلعي فوق اول ما حطيتي كده نزلت ماشي كده هتنزلي كده عايز الزاوية بس بتاعتك تبعد عني سنة بعد إذنك. أنا بحاول أبعد، أنا مش عارف أعمل إيه.